السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوين المنتصف. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا قبيل مراسم توديعه بمطار هوال بومدين الدولي. وفي اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الجزائر، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى. في ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، إبراز للقيم الإنسانية والأبعاد التاريخية لهذه الشخصية الجزائرية العالمية الفذة. الفيفا تحبط محاولة المخزن المغربي تمرير خريطة وهمية تضم الصحراء الغربية، وتقارير تكشف التسول المغرب أو المخزن للأموال لاحتضان التظاهرات الرياضية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زيارة تاريخية في مسار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، زيارة برمزية التاريخ وثقل التحديات، يفتح بها البلدان عهدا جديدا من الشراكة الاستراتيجية المرتكزة على علاقات أخوية متجددة منذ عقود، وبين البلدين إرث تاريخي مشترك وسعي لإرساء قواعد صلبة للتعاون المثمر والتوافق حول المسائل الإقليمية والدولية تترجم الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. محور الجزائر جنوب إفريقيا، عهد جديد لشراكة استراتيجية. أنهى فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، وقبل مراسم التوديع أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا، وهذا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين. هذا وغادر رئيس جنوب إفريقيا أو جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا الجزائر، حيث كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وبعد الاستماع للنشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. ضيف الجزائر صافح مودعيه من كبار المسؤولين في الدولة. من جانبه صافح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. الزيارة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. كما سمحت الزيارة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وفي اليوم الأخير من زيارته إلى الجزائر بدعوة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية، قام السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أمس مرفوقا بالسيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قام بزيارة إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى. التفاصيل مع حمزة أحمد بالقسام. كان في استقبال السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى بحضور اللواء صديق إسماعيل رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. في البداية قدمت للسيد الرئيس تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. بعدها قدم اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية ليتابع السيد الرئيس عرضا قدمه العميد المدير العام للقاعدة المركزية للإمداد، تضمن تنظيم القاعدة والمهام المنوطة بها. عقب ذلك كان لضيف الجزائر زيارة إلى مختلف الدوائر والورشات بالقاعدة على غرار دائرة تجديد الآليات المجنزرة وكذا ورشة السباكة. حيث تلقى شروحات وافية حول عمل ومهام هذه الورشات. في الأخير أمضى السيد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على السجل الذهبي للقاعدة المركزية للإمداد. هذا واكتست زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى الجزائر رمزية تاريخية وشكلت قاعدة صلبة للتعاون المثمر والتوافق حول المسائل الإقليمية والدولية. ملخص زيارة ضيف الجزائر مع نجوى جدية. حل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيق السيد سيريل رامافوزا ضيفا عزيزا على الجزائر في زيارة دولة استثنائية وجهت معها عدسات الإعلام الوطني والدولي لما تحمله من أبعاد سياسية وإنسانية وما ترمز إليه من رؤية استراتيجية ومواقف تاريخية. استقبل الرئيس رامافوزا من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بحفاوة تليق بمقام الشراكة وعمق التقدير
وتعرض روح الضيافة الجزائرية الأصيلة. كانت الصورة تعبر عن احترام متبادل وتعاون وثيق تعود جذوره إلى عقود من التضامن والنضال المشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا، دولتان تشكلان جسرا يربط شمال القارة بجنوبها، تؤكدان أنهما ليستا فقط من أكبر اقتصادات إفريقيا، بل وتمثلان صوتا متلاحما للحرية والكرامة في العالم. صاغت الزيارة رسائل قوية من خلال محادثات مكثفة ومثمرة، مفادها أن الجزائر وجنوب إفريقيا ستعملان على بناء شراكة استراتيجية حقيقية تعزز الأمن والتنمية من خلال التوقيع على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. ترأسنا اليوم معاً الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب أفريقي، وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر، والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا. الزيارة توجت بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم، تأكيدا على أن الشراكة بين البلدين تدفعها إرادة سياسية مشتركة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين وللقارة. جاءت هذه الزيارة أيضاً في توقيت يحمل دلالات عميقة وسط عالم تمزقه النزاعات ومحاولات الهيمنة، اختارت الجزائر وجنوب أفريقيا فيه التأكيد على رؤيتهما المشتركة، كل ذلك مع تفضيل لغة الحوار والجنوح إلى الحلول السلمية، وهي اللغة التي تتقنها جيداً الجزائر وجنوب أفريقيا. أغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، ونساندها مساندة كاملة. اتفقنا على تكثيف جهودنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز دور قارتنا والعمل من أجل تحقيق مطلب إفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا. وفي مشهد مليء بالرمزية والترحاب، يعتلي الرئيس رامافوزا منصة قصر الأمم بالبرنوس الجزائري التقليدي خلال خطاب ألقاه أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين في دورة غير عادية، وهو امتياز يخصص عادة لرئيس الجمهورية. اجتماع ضم أصحاب المقاصد النبيلة في إفريقيا، يبرز عمق العلاقات بين البلدين وتاريخ التضامن المشترك، ويؤكد التزامهما بقيم التحرر والسيادة في إفريقيا والعالم. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. We applaud Algeria for its unwavering support.
نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. زيارة الدولة التي قادت رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى الجزائر حسب المتتبعين حملت أفقا جديدا من الشراكة الاستراتيجية لحليفين يصوغان مستقبلا إفريقيا قائما على العدل والكرامة والتنمية المستدامة. في موضوع آخر ومواكبة للتحولات التكنولوجية المتطورة، تم عرض أول نسخة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهذا في ختام أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر. المتابعة لمن العبديش. بعد قرابة سنة من الانطلاق في تحضيرها، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي محاورها وتفاصيلها تتكشف في اليوم الأخير للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تشمل كل النقاط. المؤسسات الناشئة هو واحدة من النقاط المهمة. اليوم نحن نعمل مع خبراء جزائريين في الجزائر وفي الخارج على أن يكون مؤسسة ناشئة في الذكاء الاصطناعي بمستوى عالمي. صافي عامنا نخدموا على استراتيجي افيك سي بيليي باش نعاونوا الجيري دون دومين دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. الطبعة الثالثة لهذا المؤتمر فرصة هامة مكنت المشاركين من اكتساب خبرات جديدة. والذكاء الاصطناعي راه يستعملوا كاع العالم، واللي ما لا الجزائر تكون من بين الدول الاولى اللي تقدر تستعمل وتطور الذكاء الاصطناعي. ورينا واحنا اللي نحن في افريقيا قادرين نصنعوا، قادرين نبتكروا. نشكر الجزائر على التنظيم الجيد والمحكم، ونشيد بالمشاركه النوعيه للشباب في هذا المؤتمر. توحيد رؤى وجهود مختلف الدول الإفريقية فيما تعلق بالمؤسسات الناشئة توجه سيسمح لها بمنافسة الدول المتطورة في هذا المجال، ما سيفتح لها آفاقا كثيرة للاستثمار مستقبلا. في الذاكرة الوطنية وتحت شعار في ضيافة أمجاد الأمة التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر، إبراز لعبقرية فذة في مقاومة الاحتلال، وهذا خلال ملتقى دولي حول شخصية الأمير عبد القادر نظم بالعاصمة الجزائر وحضرته عن التلفزيون حنان بورايو. في حضرة أمجاد الأمة الجزائرية تتجلى الأبعاد التاريخية والحضارية والتراثية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، الرمز الوطني والشخصية العالمية التي رسمت الصورة اللامعة لوطننا في مشارق الأرض ومغاربها. بصفتي عمدة مدينة القادر الأمريكية، إنه لشرف وفخر لي أن أكون حاضرا هنا في ذكرى تخليد الأمير عبد القادر. من خلال مشروع الأمير عبد القادر للتعليم، نحن نلقن الأمريكيين مبادئه وفكره الراقي.
أنا متخصصة في دراسة عمارة منازل الأمير عبد القادر بدمشق، واكتشفت حسا فنيا وعلميا كبيرا لهذه الشخصية وللجزائر. المناهج السورية والمناهج اللبنانية والمناهج العراقية موجود له تاريخ وأثر في تلك المناطق. الأمير عبد القادر الجزائري رمز العبقرية العسكرية والفراسة السياسية والخبير في العلاقات الإنسانية، رسخ معاني التسامح والدبلوماسية في السلم كما في الحرب. 192 سنة تمر على المبايعة والجزائر ثابتة لتمجد ذكرى أميرها ومؤسسها. القائد الأمير عبد القادر هو شامة على جبين تاريخ الإنسانية، يتجلى فيها تاريخ ناصع من البطولة والإخلاص والوفاء للأمة والوطن. الأمير عبد القادر الصفحة المشرقة والمشرفة لتاريخ الجزائر، حمل لواء بطولاتها وقلد تاريخ سيادتها بأنسمة الحضارة والإنسانية. دوليا، وفي ملف الصحراء الغربية، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الوفود المشاركة في الملتقى الدولي لفقهاء القانون المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شكر الجميع على المجهودات المبذولة من خلال المعارك القانونية التي يخوضونها دفاعا عن حق الشعب الصحراوي وممتلكاته. شاكرين الجميع لحضوره على المحاضرات واللقاءات يعني المتعلقة خصوصا بالحكم المحكمة الأوروبية الذي أعطى للشعب الصحراوي ما حاول البعض نكرانه فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه وتمثيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب له من الناحية السياسية والاقتصادية. بدون شك كل هؤلاء يعودون بأفكار نيرة لتعميق دفاعهم عن القضية الصحراوية فيما يتعلق بالجانب القانوني وفيما يتعلق بسرقة ثروات الشعب الصحراوي. ووسط تحديات دولية، ما تزال القضية الصحراوية تلقى المزيد من الدعم والمساندة على مستوى الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والمهنية، تقول حورية جرجار في هذا التقرير. من كيب تاون بجنوب إفريقيا إلى لشبونة بالبرتغال مرورا بمدريد بإسبانيا، أصوات الأحرار من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين يؤكدون دعمهم المطلق واللامشروط لقضية الشعب الصحراوي العادلة. من خلال هذا الاجتماع السنوي نجدد دعمنا للقضية الصحراوية العادلة، وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية أكتوبر الماضي، وسنعمل سويا على تطبيق القانون الدولي. نشارك في هذا اللقاء لنؤكد دعمنا للصحراويين ولقضيتهم العادلة، وبصفة نقابية أشارك للدفاع عن حق الشعب الصحراوي وحقه في الدفاع عن ثرواته وأرضه. وتأتي تظاهرات البرلمان البرتغالي لتؤكد هذا المسعى الذي تدعمه أيضا اللجنة المشتركة التي جمعت بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في كاب تاون. بعد 10 سنوات من الكفاح القانوني أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية شيئان مختلفان ومفترقان، وأن على الاتحاد الأوروبي وعلى الدول الأوروبية وعلى الشرائك الأوروبية احترام ذلك القرار الهام والتاريخي. وتبقى عدالة القضية الصحراوية القاسم المشترك لأصحاب المبادئ وأحرار العالم. وتستمر فضائح نظام المخزن في الداخل كما الخارج، ففي آخر سقطات المخزن إفشال الاتحاد الدولي لكرة القدم محاولة لنظام واهم بتمرير خريطة مزيفة تضم الصحراء الغربية. التفاصيل في سياق تقرير أنيس مزيان. مرة أخرى
أجهض الاتحاد الدولي لكرة القدم مناورة جديدة بائسة لنظام المخزن برفضه للخريطة الوهمية التي قدمها والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، ضاربا كل المواثيق الأممية عرض الحائط. جاء هذا في مقال تحليلي نشره الموقع الإسباني آل أنديباندانتي، كشف فيه الصحفي الإسباني فرانسيسكو كاريون عن محاولة المخزن خداع الفيفا عن طريق عرض تقرير تقييمي للترشح ضمن إطار الهيئة الإدارية العالمية لاتحادات كرة القدم، مرفوقا بخريطة يعترف بها الجاهل وفقط. قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص كأس العالم 2030 هو صفعة أخرى من لنظام المخزن وأطماعه التوسعية في الصحراء الغربية بعد تلك الصفعة التي كان انطلقها في 4 أكتوبر الماضي من طرف محكمة العدل الأوروبية التي قضت بعدم صلاحية وشرعية الاتفاقيات التجارية التي أبرمها هذا النظام مع المفوضية الأوروبية والتي تخص الصيد والزراعة في إقليم الصحراء الغربية المصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار على طاولة الأمم المتحدة، وهذا هو المبدأ الذي استند إليه الفيفا في رفضه للخريطة الوهمية والخريطة المزيفة التي قدمها نظام المخزن في ملف تنظيم كأس العالم 2030. ليواصل صاحب المقال كشف الافتراء الموجود عند نظام المخزن، مؤكدا أن التقرير الفني الذي نشره الأسبوع الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حطم كليا أحلام اتحادية الأقجع، ليتأكد وللمرة الألف أن موضوع الخريطة الوهمية كان وسيبقى مجرد ممارسات يائسة هدفها التستر وراء إخفاقات عديدة وأبرزها فشل في احتضان كأس إفريقيا في موعدها المحدد، إضافة إلى عجز مالي كبير جعل نظام المخزن يقترض مبالغ مالية هائلة من البنك الإفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية، عجز يقابله فساد وفشل في التدبير والتنفيذ. شرق أوسطيا، بفلسطين المحتلة استشهد أمس 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني على مدرسة بحي الرمال غرب مدينة غزة. هذا وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الصهيوني بمخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 63 شهيدا على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية. رياضة الآن، ولحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، حقق فريق مولودية الجزائر فوزا على ضيفه يونغ أفريكانز التنزانية بهدفين دون رد سجلهما أيوب عبداللاوي وسفيان بيزيد في إطار الجولة الثانية، ليبلغ الفريق النقطة 4 في المركز الأول مؤقتا للمجموعة الأولى. وبدوره فاز فريق شباب بلوزداد خارج الديار على مستضيفه نادي ستاد أبيجان الإيفوارية بهدف دون رد. وبأخبار الرياضة نختم هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.